قالب اللحمة محشي بالجبنة ومغلف بالباذنجان، أكلة ولا أطيب من هيك؟ جربوها وصحتين وألف هنا. حبات الباذنجان بدي أقطعها بشكل طولاني، بدي أرش عليه ملح وأقليه على الوجهين بأي نوع زيت كيتوني تستخدموه. بدي بصلتين صغار أفرمهم فرم ناعم. وبدي شوية بقدونس كمان أفرمهم فرم ناعم. وعندي شوية ثوم كمان بدي أفرمه فرم ناعم. عندي تقريبا 1 كيلو لحمة ناعمة مفرومة، وهذا خليط البقدونس والبصل والثوم، ملح وفلفل أسود، وإذا حابين توابل أخرى حطوها على ذوقكم، وأخلط الكل مع بعض بشكل ممتاز. هذا الباذنجان بعد ما قليناه، هلا بدي أطبقه تطبيق. وهي اللحمة اللي سويتها أنا بدي أحط بالقاعدة كمان. وعندي هاي الجبنة هلا بدي أحطها بالنص. وأغطيها كمان باللحمة. هيك خالصين، وهلا الى الفرن على درجة حرارة 200 من 40 الى 50 دقيقة مع المراقبة، وصحتين والف هنا.